يسأل السائل الكريم يقول: هل يصح هذا الحديث اجتنبوا أماكن السوء فتشتبه أو تشتبه أو شيء من هذا؟ لا، لا يصح هذا الحديث. الحديث هذا ما يصح، يقول لك اجتنبوا مناطق السوء حتى لا تشتبهوا بهم، يعني ما تكون لكم شبهة. لكن المعنى صحيح أن الإنسان أصح منه، وميت الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. والألف لم تفيد الاستغراق، شبهات المعاملات وشبهات الصداقات وشبهات الأماكن وشبهات الصحبة، كل ما تجد فيه شبهة عليك أن تجتنبها. وهذا حديث عند مسلم وعند الترمذي: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وأيضا البر حسن الخلق، والإثم حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. والأبواب في هذا كبيرة باجتناب أماكن الشبهة، لكن هذا الأثر لا يصح. هذا والله أعلم وأعلى، صلى الله عليه وسلم. أخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.